التي بي سكوليوزس افتر تي بي سباين، هاو تو مانج ات، كان السؤال. ايه راي حضرتك كمان يا دكتور صلاح تخش معانا في ديس ديسكشن؟ والله احنا الحقيقه شفنا يعني حالات بوست تي بي ديفورميتي، واستاذي الله يرحمه استاذنا كلنا الاستاذ دكتور حسين عبد الفتاح كان يعني اكرمني بانه فتح لي مكتبته العامره بالاشعات والحاجات العجيبه. عنده متحف رحمة الله الله. يحسن اليه استاذنا الفاضل. وكان محضر محاضره عن التي بي اوف ذا سباين والسيكويل بتاعتها، وبرضه شرفت ان انا يعني ايه عملت شويه كونتريبيوشنز من الحاجات الجديده شويه اللي احنا بنعملها، ومن ساعتها بقينا اصحاب قوي انا والبروفيسور حسين عبد الفتاح الله يرحمه. اول حاجه تتقال the first thing I think it's a question from somebody from Africa so I better speak in English. The first thing to do when it comes to deformity of the spine related to tuberculosis is to prevent deformity. So first, modern instrumentation allows us to do surgery and instrument and align the spine. In the 60s, when the modified Hong Kong procedure was popularized, we used to like strut the spine from the front, put some ribs into the defects. And of course, without instrumentation, it will collapse and patient ends end more in kyphosis rather than scoliosis. It's much, much more common to have kyphosis following that. And the principle here really, if you are faced with such a case, is to deal with it like a congenital kyphosis. If it's healed, if the tuberculosis is healed, then you're going to deal with this angular deformity caused by the tuberculosis, and you'll probably need to do some form of spinal osteotomy and instrumentation to correct it. The other possibility is that the patient has some form of unhealed tuberculosis or it's a non-united infected spine. And then the principles of spinal infection and instrumentation and correction of deformity with the decompression and also debridement needs to be considered. So that's my take on tuberculous spine related deformities. في دكتور جاد اي اضافه لهذا اللاين؟ لا يا بي تمام دكتور حسام قال كل شيء. ربنا يعني انا ايرلي اونست سكوليوزس، ايه علاقتي بالتي بي سباين في ادلت؟ حسام بيحلها لك يعني. الف شكر دكتور جاد بي، تشرفت كثير يا سعاده الباشا، شرفنا شكرا بسعادتك النهارده. استاذ الدكتور جاد راغب، استاذ جراحه العظام كليه طب الازهر ورئيس القسم، وكان ومؤسس جراحه العمود الفقري في جامعه الازهر. الف شكر. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا سعاده الباشا، مشكرين. شكرا. ارحب بالدكتور حسام. انا اسف الكمبيوتر بتاعي كان طلع يعني كان فصل وما كانش فيه سيجنال فما قدرتش اشوف من شويه صغيرين كده. انا ارحب بالدكتور حسام صالح في هذا الكورس الظريف ونشكره على تفضله بالحضور. يعني يا فندم الشرف ليا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، before I start my presentation لازم اشكر بروفيسور جلال كاظم، بروفيسور محمد الاشهب، بروفيسور ممدوح كرماني، اند اوف كورس اخي العزيز الفاضل البروفيسور اشرف اسماعيل اللي كلمني ودعاني. وطبعا اتس ا جريت بليجر ان انا ابقى هنا. طبعا لازم اشكر برضو بروفيسور جاد راغب ان تولى موضوع غلس قوي قوي. انا بعتذر جدا يا بروفيسور جاد عن ان انا خدت الايديباثيك سكوليوزس، بس اوعد حضرتك في الكورس الجايه انا هاخد انا الايرلي اونست وحضرتك تاخد الايديباثيك ان شاء الله. موضوع غلس يعني، لا بس حضرتك شلت من عننا هم كبير يعني. اشكر حضرتك. طبعا سعيد جدا بوجود بروفيسور واخي العزيز بروفيسور محمد عبد الونيس، احد علامه جراحه العمود الفقري في مصر، ويعني شرف لي ان ابقى في وسطيكم النهارده. Can I share my screen please؟ تفضل يا حضراتكم شايفين السكرين بتاعتي مش كده؟ يس سر. انا ماي توك از اباوت ادلسنت ايديباثيك سكوليوسس اند
basically defining adrenocephalic sclerosis. It's a three-dimensional deviation of the spine that measures 10 degrees or more on AP standing x-rays. So any deformity that's less than 10 degrees is not a deformity, is not a curvature, and is not a scoliosis. كونها adolescent means in the age of onset is 10 to 18 years of age. وزي ما Professor Gadraga أشار إنه it's becoming more common now to talk about early onset before the age of 5 and late onset before, after the age of 5. لكن the term of adolescent still remains ولازم كلنا نبقى عارفين إنه it's about the onset between the age of 10 to 18. كلمة idiopathic means the unknown cause وبالتالي أي idiopathic scoliosis is essentially a diagnosis of exclusion. يعني لازم نستبعد other causes of scoliosis عشان نقول إن ده idiopathic. كان قبل كده بنقول إنه idiopathic يعني مش عارفين له سبب وكنا بنشوف إنه مثلاً في monozygotic twins the concordance is up to 70%. يعني لو monozygotic twins واحد منهم عنده scoliosis the chance of the other twin to have scoliosis up to 70%. فكان بيقول لنا إن في indirect evidence إن في some genetic factors. لكن recently a number of genetic factors and genes have been identified, some of them about initiation of scoliosis and others are responsible for progression of scoliosis. لدرجة إن دلوقتي بقالنا يعني تقريباً 10 سنين ابتدى يبقى في available gene tests to identify whether this is a progressive scoliosis or not. It's not very widely spread yet, لكن موجودة في بعض بلاد العالم من ضمنها أمريكا مثلاً. The sex distribution is normally around 3-1, لكن في ناس have found it depends on the severity of the curves. يعني the milder curves are more common, it's up to 6-1 to females, لكن لو بنتكلم idiopathic عموماً, it's about 3-1 more common in females. الباثوفيزيولوجي حاجات كتير قوي هنبص عليها من ضمنها هرمونال فاكتورز على اساس ان اتس مور كومن ان جيرلز حاجات متعلقه بالكونكتيف تيشو وذر ذا ماسلز ذا ليجمنتس تشينجز ان ذات باي ميكانيكال فاكتورز كل دي لكن في الاخر احنا دلوقتي هاف ايدنتيفايد جينيتك فاكتورز اند ذس از ذا ثينج ذات وي شود فوكس اون وين ات كمز تو ايديولوجي اند باثوفيزيولوجي. When we do a clinical assessment of idiopathic scoliosis, we should aim at determining the age of onset. عايزين نعرف ابتدى في سن قد ايه determine the skeletal maturity عايزين نشوف whether there is a risk of progression whether there is a family history and sometimes having one child or one sibling as having scoliosis means that you can identify اخوات او اولاد او بنات هم عندهم scoliosis early فتبقى a chance to prevent progression of that deformity. And finally, زي ما كنا قلنا قبل كده, إن idiopathic scoliosis means it's a diagnosis of exclusion, so we have to exclude other causes of scoliosis. So زي ما قلت قبل كده, idiopathic scoliosis is a diagnosis of exclusion. طيب, إيه groups of idiopathic scoliosis and non-idiopathic scoliosis? Well, زي ما Professor Gad Raghab قال, إنه congenital, whether neuromuscular, syndromic, وتحت بقى الحاجات دي حاجات كتيرة قوي من different يعني في neuromuscular low tone وhigh tone يعني cerebral palsy, poliomyelitis حاجات زي myopathies حاجات زي connective tissue disorders زي مثلا Marfan's or Ehlers-Danlos syndrome some neurological diseases myelomeningocele حاجات تانية متعلقة بالconnective tissue زي osteogenesis imperfecta and achondroplasia كل دي حاجات لازم تستبعد بال clinical examination and sometimes by imaging. When we take a patient's history, we should look at the age of the onset, the evidence of maturation, يعني the development of secondary sexual characteristics في البنات أو في الولاد. طبعا المنارك the presence of what's the age of whether the menarche has already started or not, and also neurological symptoms أو whether the patient has pain ولا لا. من ضمن الحاجات اللي كتير قوي بنمهلها حكاية الوجع بتاع الظهر في patients with scoliosis والclassic teaching كان بيقول لنا إنه idiopathic scoliosis is not a painful disease. That is not entirely accurate. Patients with idiopathic scoliosis can have back pain and also patients with painful scoliosis have to be screened or looked at لأنه ممكن أول واحد يتخم. يعني I have seen a patient who was about 13 and she came with a very big list looked like a scoliosis on x-rays. لما الواحد بيدقق في الاكس-rays لانها مش روتيتد قوي الاهم بقى عندها spasm she doesn't have really leg pain لكن عندها very limited straight leg grazing وده
an example of adolescent disc herniation, commonly complaining of axial pain, very limited leg pain, can you come buttock pain, but like very limited straight leg raising. It turned out that now she has a disc herniation and she was about to have scoliosis surgery and she was saved from doing that. ولما تعملها ديسكتومي تحسنت وبقت ورجعت ستريت. من ضمن الحاجات المهمه قوي طبعا when you're dealing with a patient with scoliosis that you have to deal with the child and with the parents. طبعا parents عاده when they diagnose have their kid as having scoliosis بيبقى عندهم حاله رعب فانت لازم تبقى tactful ولازم تديهم المعلومات بحرص وبدقه وبطبطبه كتير قوي. وكمان الاولاد والبنات في السن ده دلوقتي في adolescence are much smarter and much more knowledgeable فلازم نفوكس الكلام ليهم. يعني انا كتير قوي ببقى عايز اتكلم مع الولد ولا البنت نفسهم عشان اشرح لهم حاجات وبحس ان هم فاهمين اكتر من الاهل دلوقتي. مهم قوي لما نشوف عيانين عندهم scoliosis نشوف ان في شويه حاجات كده تخضنا او تخلينا نبقى مهتمين اكتر من الشكل الطبيعي. اولا young age of onset before the age of 10 is important as in, and may notify or take us think about non-idiopathic scoliosis or a highly progressive deformity of early onset. الحاجه الثانيه patients who develop rapid progression ممكن تكون بسبب انواع مختلفه whether it's idiopathic او يكون عندها neurological disorder underneath زي مثلا دايستيماتوميليا او مثلا other disorders. كمان المهم قوي ان احنا لما نلاقي العيان عنده مشكله في الجيت او asymmetric abdominal reflexes زي ما هقول في الكلينيكال examination. انا قلت لكم على موضوع الباك بين انه it's not as uncommon as we thought and it can be a factor in patients complaining of it. ساعات they patients and family would be embarrassed ان هم يوصفوا وجع فيبقوا عايزين يتكلموا عن اكتر عن سوري embarrassed ان يتكلموا about deformity ويبقوا عايزين يتكلموا انها وجع ومش مهم الشكل وبتاع لكن الحقيقه ما بتبقاش كده. لكن مهم قوي برضه نهتم بموضوع وجع الظهر في الولاد والبنات دول. الحاجه اللي مهمه جدا 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 في البينفول سكوليوسس انه البينفول سكوليوسس will have very severe muscle spasm. يعني very simply when you ask the child or the adolescent to bend forwards and see how the spine unfolds if they have good range of movement of the lumbar spine then this is not a painful scoliosis while those who have like حاجة زي osteoma or discitis or slip disc will actually have very severe paraspinal muscle spasm. That's a very important point to consider in the assessment. Neurological examination طبعا نشوف sensory motor we ask about bowel and bladder and reflexes وقلنا موضوع الابدومينال ريفلكسز وطبعا كل الريفلكسز في اللور ليمز اند ان ذا ابر ليمز شود بي لوكد ات. النقطه الثالثه في الاسسمنت ان احنا وي وونت تو لوك ات وات از ريمينينج ان سباينال جروث اند ذات از امبورنت نوت جاست فور ذا كونسبت اوف سيرجري بت اولسو لوكينج ات ذا تشانسز اوف ذس بينج بروجريسيف. كل ما كان فاضل وقت اكتر ان الولد او البنت يبقى عندهم جروث كل ما كان عندهم chances of having a progressive curve. So بنسألهم على المينوركي طبعا والسكتري سكشوال كاركترستكس لكن كمان بنقول لهم طولوا قد ايه في الفتره الاخيره البنات والاولاد بيحصل لهم كده الطفره اللي بيحصل فيها الطول فدي بنسال عليها الاهل يعني. احنا اتكلمنا على الفاميلي هيستوري مفيش داعي نتكلم عليه. ضمن الحاجات اللي مهمه قوي قوي برضو في الاسسمنت حكايه السلف ايمج. السلف ايمج children and adolescents بالذات هي المرحله اللي بيكون كل واحد فيها صوره عن شكله او يعني هو مين او شكله ايه او كده ودي حاجه بتاثر جدا على البرسبشن بتاع كل واحد عن نفسه وبالتالي ثقته في نفسه. دايما بقول للبيرنتس ان المرحله دي هي المرحله اللي بيطلع فيها البنت حلوه او وحشه وبديهم اكزامبل ان البنت ممكن تبقى عاديه جدا بس كل الناس شايفينها حلوه وبعدين لما تقول لهم هي ايه اللي حلو فيها يقول لك اصلها جذابه. هي سيمبلي شايفه نفسها حلوه فالناس شايفاها حلوه عشان كده هي دي الجاذبيه. في حين واحده تبقى زي القمر وعينيها ملونه وبتاع ويبقى الناس مش شايفاها حلوه ومش محدش مهتم بيها ومش شايفها اتراكتيف لانها عندها لو سيلف استيم وما عندهاش ثقه بنفسها. فدي حاجه مهمه جدا جدا and it's very important ان البنات والولاد دول يعدوا المرحله دي هم عندهم high self esteem وعندهم ثقه بنفسهم because this affects their self image وhow they see themselves وبالتالي how the world sees them.
لما نيجي نexamine patients بقى with scoliosis, I always ask them to walk عشان نشوف whether there is an abnormality in walking, and then you look at them standing from the front, and then you look at them standing from the back, and standing from the side, كل دي ليها أسباب, and then you ask them to bend forward 90 degrees وتبقى واقف ورا ظهرهم عشان نشوف whether there is an asymmetry in the rib, in the ribs and in the loin as well, وكمان تخليهم يبند to one side to assess clinically how flexible the curve is. And then you examine them while sitting. أنا عن نفسي بخلي الولاد والبنات دول يقعدوا الأول عشان to assess the, بحس إن the reflexes in the lower limbs are much easier to examine while they're sitting على the examination couch and the legs are dangling. And then to ask them to be supine, and then you do the abdominal reflexes and the rest of the examination. يعني إحنا اتكلمنا على انه من ضمن الدايجنوسيس انه we want to exclude whether this is non-idiopathic, انه قلنا no it's a diagnosis of exclusion. فنفتكر الحاجات المهمة بتاعت non-idiopathic, يعني في neurofibromatosis بنشوف اذا كان في كافي اولي باتشز, نشوف في skin elasticity لو كان هو اهل للبالانس, بتبقى حاجة باينة الى حد كبير. لكن من ضمن الحاجات اللي كتير بتبقى مش واخدين بالها منها مثلا حكاية الهايبر موبيليتي اوف جوينتس, ونبقى عين ايذر مارفان او مارفانويد فتبص على الارتش الارتش اوف ذا ماوث, بص على تشوف عندهم هاي ارتش باليت ولا لا, ونشوف كمان الموبيليتي اوف ذا جوينتس. مش لازم يبقوا فرانك مارفنز, بس مارفانويد فيتشرز ار كومن, ار ريليتيفلي كومن ان سكوليوسيس, اند دي كان اكتشلي تريجر هايلي بروجريسيف اند هاي كيرف. يعني دي الحاجات المهمة. When you ask the patients to stand from the front, from the side, from the back, sitting, lying, زي ما قلنا, and right left bending while they're forwardly bent عشان تأسس the flexibility. يعني شوية صور, يعني ادي واحد ولد واقف face to us, you can assess the shoulder levels looking from the front, you can look at the asymmetry of the chest, you can also look at the waist asymmetry, وكمان ساعات بيبقى في pelvic obliquity سواء دي كانت secondary to the scoliosis or the primary cause of the scoliosis. من ضمن برضو الحاجات المزعجة جدا واللي هي يعني ملهاش حل قوي عندنا حقيقة, when we correct them even by surgery, is the breast asymmetry. ودي من الحاجات اللي على فكرة disfiguring واللي كتير بتبقى overlooked أو ما حدش بيبصلها قوي من الدكاترة. It's important to look at this. So sometimes I have patients who at, يعني after the past the adolescence have had breast reconstruction, breast implants to get asymmetric breast. ودي برضو حاجة مهمة جدا. دي برضو breast asymmetry, rib hump والوضع الscapula, loin asymmetry زي ما انتم شايفين في الصورة دي, وكمان one of the most disfiguring things وتخلي الواحد شكله وحش قوي اللي هو coronal truncal shift where the shoulders do not lie exactly over the pelvis, they move to one side. في الحالة دي الولد ده is moving to the right side as you can see. كمان نفس حكاية ترانكل شيفت, very disfiguring, شكلها وحش قوي وباين هنا في الصورة دي جدا. الويست اسيمتري, وفي حالة هنا لو بصينا كويس لقينا في مجموعة دوتس, البراون دوتس الكافي اولي بيجمنتيشنز بتاعت نيوروفايبروماتوسس. كمان في برضو بلاكسيفورم نيوروفايبروما as you can see in the left buttock, another feature, rare feature الحمد لله of neurofibromatosis, but sometimes we see it. The example of Charcot-Marie tooth disease, the bent actually operated on her في ليبيا من حوالي 15 سنة. As you can see here, exaggerated lumbar lordosis. Hey, she's doing this because of the weakness of the trunk muscles. So she's forcing herself backwards to exaggerate the lumbar lordosis عشان to bring her weight behind over the pelvis عشان to stabilize the hip joints. واللوين هامب اللي باينه في الناحيه الشيسوره اللي على الشمال, والريب هامب اللي باينه على الناحيه اليمين. النيورولوجيكال اكزامينشن من غير ما نخش في تفاصيل, مهم بس نفتكر الابدومينال ريفلكسز ار امبورتنت, ات كان بي ان ايرلي ساين لو في اسيماتريك ابدومينال ريفلكسز اوف دايستيماتومايليا, ودي حاجه مهمه قوي نشوفها. عملنا كلينيكال اكزامينشن, then you go to the imaging. ولازم لما نيجي نعمل imaging نفكر في الايمز اوف imaging. We want to assess the severity of the curves, we want to assess how flexible it is, عايزين نعمل a classification عشان الكلاسيفيكيشن will guide our treatment, and also we want to assess the skeletal maturity عشان نشوف
what is remaining in growth and what are the possibilities of progression. And finally, we want to exclude intraspinal anomalies, as Professor Gadraghib El, by doing spinal cord imaging. يعني من غير دخول في تفاصيل كتيرة في القياسات لأن دي should be beyond the scope بتاع this kind of lectures. Professor جاد رغب جاب سيرة ال Cobb angles وال upper and lower end vertebrae وال apical vertebrae يعني وال measurements بتتاخد ما بينها. أي حد يقدر يرجع يبص على الكلام. مهم قوي كمان نبص على موضوع centrosacral vertical line اللي هو بيقول لنا بيورينا اللور بارت اوف ذا لامبر سباين اتس ريليشن شيب تو ذا كيرف اند وذر وير از ذا ستيبل فيرتبرا اللي هي ذا موست بروكسيمال فيرتبرا بايسكتد باي ذس سنترال سيكل فيرتيكال لاين. وكمان نبص على الروتيشن اوف ذا فيرتبرا. لما بنيجي نتكلم على اسسمنت اوف سكيليتال ماتوريتي وي اول نو اباوت ريسر ساين. ريسر ساين از ذا اوسيفيكيشن اوف ذا apophysis of the iliac crest. ممكن يبقى زيرو لو ما فيش اي اوسيفيكيشن حصل او يكون 1 2 3 4 including 5 اربع تربع من anterior to posterior and finally 5 لما تبقى fused. كمان بنبص على triradiate cartilage whether it's open or not. It's a rough thing about assessing skeletal maturity and also using x-rays of the hands to look at the ossification of the carpal bones and also the phalanges. When we want to assess يعني flexibility of a curve, what we do is we do, the common thing is to do side bending x-rays زي ما احنا شايفين هنا. وطبعا side bending دول بيتعملوا with the patient supine. يعني x-rays بتتعملوا while the patient is standing while these are done in the patient supine. Flexibility is very important عشان تقول لنا whether these curves are structural or not. And at the same time, it tells us how well we will be able to correct the deformity and what kind of instrumentation and how dense the implants we need to use to correct this deformity. كان زمان بنبص دايما على scoliosis on the AP films وكنا بنعتقد انها it's only scoliosis going in one plane, لكن اتضح طبعا انها three dimensional deformity وانها بيحصل فيها sideways deviation in the coronal plane, also hypokyphosis and even lordosis of the thoracic spine and sagittal plane and axial rotation. فبقى دلوقتي مهم قوي في المودرن كلاسيفيكيشنز ان احنا نعمل ميجرمنتس مختلفه للساجيتال بلين من غير ما نخش في تفاصيلها دلوقتي على الاقل. ساعات بنبقى محتاجين حاجات اضافيه مش بس السوباين سايد بندنج فيلمز. فممكن نعمل فالكرم بنز, ممكن نعمل تراكشن فيلمز, ممكن نعمل سوباين هايبر اكستنشن لو في انكريزد هايبر كايفوسس او حاجه. كل دي حاجات بتساعدنا ان احنا اسسنا فلكسبيليتي ان مور سيفير كيسز. Finally, an MRI is a must in every patient who has a neurological symptom, who has عنده أي حاجة that doesn't look characteristic or classic of idiopathic. يعني boys in patients who have left curves or uncommon patterns of deformities, patients who have neurological signs or symptoms, and indeed في رأيي in every patient who's going to have surgery, we have to get an MRI to exclude intraspinal anomalies. طيب. بعد ما عملنا الكلينيكال اند راديولوجيكال اسسمنت اتس تايم تو كلاسيفاي. واي كلاسيفاي؟ زي اي حاجه في الاورثوبيدكس او انديد ان ميديسن وي وونت تو هاف ا واي اوف كوميونيكيتنج وذ ايتش اذر. عشان لما نقول بدل ما نقعد نقول اصل الكيرف ميجرز كذا واصل مبتدي هنا ومنتهي هنا وبتاع نقول لانكي 1 او كينج 2 فيبقى مفهوم كلنا نفهم احنا قصدين ايه ونتخيل ده على طول. فالكوميونيكيشن امونج دكتورز از امبورتنت. كمان when we classify we can group patients into different groups that are similar, فبالتالي we can compare cases and also we can have defined treatment strategies depending on the patterns of the deformity and therefore the selection of fusion levels if surgery is needed. أشهر classification على مر تاريخ الطب was the King Mo classification. مشكلة King Mo was إنها was not inclusive of all patterns of scoliosis, was mainly about thoracic curves, وعشان it did not consider the sagittal plane خالص. واتضح ان sagittal plane is important فعشان كده developed now the Lanky classification which is actually the adopted SRS classification. This is probably the most commonly used now classification. Peking University Medical College have also come with a classification. يعني not very commonly used but the Chinese literature فيها منها كتير.
وكمان more recently بقى the three dimensional classifications. كل classifications دي are about curve patterns, يعني هي بتوصف الكيرف فين وفي أي جزء من spine و whether how many curves are there. When it comes to treatment, there are three fundamental treatment options. يعني تقريبا زي Professor جاد راغب about early onset scoliosis, and they are either observation just to follow them up وخلاص, أو to brace them and to, or to cast them. Casting is very uncommon دلوقتي for idiopathic scoliosis, فلن نقول bracing أساسا, and surgery. Observation is indicated in patients who are adolescents with curves less than 20 degrees. You need to see them every 6 months or every 4 months, depending about their regarding their skeletal maturity and your thinking or assessment of how possible this curve is going to progress. Exercise and physiotherapy is described. طبعا كل يوم في العيادة الواحد تقريبا قرب يجيله انهيار عصبي من كمية الأسئلة about يتشعلق في العقلة ولا يعمل علاج طبيعي ولا يدفعه 1,000,000 جنيه في الفيزيوثيرابي وحاجات زي كده. يعني what I say is انه يعني we just want them to exercise to maintain their flexibility. I personally do not see physiotherapy as a treatment of scoliosis. Structural curves, because curves that are real scoliosis will not respond to physiotherapy. مع احترامي طبعا لكل زملائنا بتوع الفيزيوثيرابي. فبالتالي the idea is to get them to do some exercise بهدف maintaining flexibility. Play any kind of sports is enough in my point of view. والسباحة والكلام ده وبتاع يعني مش أي لازمة يعني. Bracing, curves that are between 25 and 30 degrees who have demonstrated more than 5 degree of progression are indicated for bracing. L curves 30 to 40 degrees دول definitely محتاجين bracing. ولازم يكون الولد immature, يعني لازم فضله على الأقل 1 year of growth left, يعني أقل من racer 3, and لازم يكونوا motivated parents and patients. يعني انت توصف زي ما انت عايز, لكن how well will he adhere to your يعني bracing program is dependent على الولد والبنت, يعني the patient and the family. فانت لازم تفهمهم ايه الدور بتاعهم, ان هم لو ما عملوش البروجرام اللي انت طالبه بالظبط هيبقوا رقصوا على السلم وعذبوا البنت او الولد او انت من غير اي فايده. Finally, treatments, operative treatments. Operative treatment is usually recommended for patients who have curves that progress despite the non-operative measures. It is performed يعني classically when curves are above 40 degrees. بس يعني if I can just add one point here for all of us to remember, إنه 40 درجة ده is not نزل في القرآن أو في الإنجيل أو في التوراة, يعني دي مش حاجة نزلة من عند ربنا, دي أرقام إحنا حطيناها لنفسنا عشان نسهل على نفسنا. فمش يعني curve 41 محتاج عملية وcurve 39 مش محتاج عملية, that's not true خالص. وممكن curves 30 degrees عملهم عمليات وcurves 50 ما عملهمش عمليات. It's all about the cosmesis and its effect on the cosmetic appearance of the girl or boy that really is important. Fee curves that are 40, that are okay looking wise, the number they're less rotated, they are compensated. ومكانهم مكان مش غلس. وفي curves are 30 that look very bad. I've actually operated on يعني a very close relative of mine. لأن وكان عندها curve 28 درجة, but was very disfiguring. عملنا كل حاجة and she braced and everything لغاية لما سنها 18 سنة and it's very disfiguring. يعني 40 درجة دي بس للتسهيل عشان الامتحانات أو عشان نفكر نفسنا كده, لكن مش حاجة يجب أن تحترم بالقدر اللي احنا متخيلينه. The principles of surgery is to get optimal three-dimensional correction of the deformity, يعني in the coronal طبعا, but also in the sagittal and in the axial plane. And we want to get a production of a solid arthrodesis, and we want to achieve this correction infusing the least possible number of vertebrae. This means that all structural curves should be included in the fusion. Costoplasty can be considered during the surgery. And with modern instrumentation, the need for a costectomy or costoplasty and excision of the prominent rib hump is becoming less and less common.
يعني الاوبشنز عندنا في السيرجري ار بوستيريور انسترومنتيشن انفيوجن which is يعني more or less the gold standard of treatment nowadays. ساعات بنعمل anterior instrumentation infusion بالذات في lumbar curves, او لو يعني if you are one of those who do anterior surgery for scoliosis, those who have severe hypokyphosis or thoracic lordosis, يعني لانه الانتيريور انسترومنتيشن is kyphosing, فممكن you would consider doing anterior instrumentation in a thoracic curve if it is very hypokyphotic, أو لو العيان عنده a lumbar curve. الحقيقة إنه أهمية الـ anterior instrumentation زمان كانت أكبر من دلوقتي, لأنها كانت بتsave levels, كانت بتخلي الجراح يقدر يعمل surgery with less number of vertebrae fused. بس with the modern pedicle screw instrumentation nowadays and using pedicle screws at all levels, I think we can achieve the same correction, almost the same correction with the same levels compared to anterior instrumentation. عشان كده anterior instrumentation is becoming less and less common. Anterior release and posterior instrumentation can بيتقال ان هما for curves اكتر من 60 او اكتر من 70 او اكتر من 90 degrees. ان انت تعمل anterior release, انا شخصيا يعني ايام عملت anterior release posterior instrumentation على مدار مثلا لغايه سنه 2010. But nowadays it's becoming less common, لأنه إحنا اكتشفنا إن الـ anterior release الـ addition بتاعة الـ release بتاعه أو الـ flexibility اللي كانت مش as big as we think, وقدرتنا إن إحنا manipulate the spine with pedicle screws that are controlling the vertebral bodies is much more common than we used to do before by using wires أو using يعني segmental instrumentation وفيها hooks that does not control the vertebral bodies. I don't think I've done an anterior release for the last 10 years. Curves 100 and 120 I have dealt with without needing to do anterior release anymore. يعني a quick example, this is a curve. As you can see, the curve here is on the right side. This is the standing x-ray. This is the lateral view. باين فيها thoracic hypokyphosis. صورتين اللي على الشمال right and left bending x-rays supine وريا how flexible the curve is. والpost-operative x-rays instrumentation يعني got a good correction. والحقيقة الهامب فيو اللي موجود على الشمال, الصورتين اللي فوق بعض دول على الشمال are actually showing the effect of the correction on the rib hump. Pedicle screws pushing down on the convex side can actually correct the rib hump. لو تشوفوا الفرق الرهيب ما بين ال rib hump on the upper picture which is the pre-op and the rib hump the lower picture showing the correction trip by the instrumentation fish costectomy اتعملت هنا. Another example, this is a larger curve, about a 90 degree curve. مش مهم بقى classification او فيه, لكن يعني مهم انه this is an idiopathic curve with a large curve. Again, thoracic hypokyphosis, not very flexible في side bending, right bending, or left bending, ما بينا flexibility في lower lumbar, لكن في thoracic it's very rigid. And again, well, this is the clinical picture بتاعته, الريب هامب اللي موجودة والمنظر بتاع الريب هامب on the ريب هامب view. Well, this is the instrumentation and the correction following the surgery, having a good result of correction. And you can, أنا ما وريتكوش الصورة للأسف بتاعت الريب هامب بعد العملية, لكن مهم يعني a good correction of the ريب هامب was achieved by this correction. أنا آسف إن أنا طولت, بس يعني حاولت أختصر على قد ما أقدر, بس الموضوع طويل وفي تفاصيل كتيرة, وحبيت إن أنا يعني إيه أتاتش on the more important things. And thank you very much for يعني bearing with me. Thank you. Thank you very much, Professor Rafsan, for this very delightful lecture. And الموضوع هي حاجة جميلة والشغل بتاعك. وحضرتك ذكرت بالخير كبير للأسف مش سامع كويس, بس بشكر حضرتك جدا يا بروفيسور جلال, حضرتك أستاذنا وربنا يديك الصحة والعافية. في أسئلة دكتور حسام؟ اتفضل يا بيه. حضرتك سامعنا كويس؟ أنا سامع كده كويس. في سؤال دكتور إبراهيم عمر, are dynamic views routinely done in all cases even in balance? وفي تشويش يا دكتور أشرف من حد, في حد عنده تشويش فاتح ال في تشويش شوية.
طيب نعمل كده ميوت. كده راح التشويش. كده كويس. Are dynamic views routinely done in all cases, even in balanced curves, or only preserved for pre-operative assessment workup? No dynamic films are done except for pre-operative assessment. Patients are assessed based on standing x-rays. If they have a curve that is cosmetic affecting the patient, بشكل واضح, and also the deformity is clear, يعني the cosmetic aspect of it is clear and has a documented progression or have a risk of progression very, very obvious, then patient is prepared for surgery, then he gets the dynamic films. دكتور حسام. أيوة. حضرتك سمعي. أيوة. يعني في الايرلي في أول الأسسمنت تفتي بالإيركت هول سباين اي بي ولاترال من غير ما اعمل رايت اند ليفت بندنج. يعني in the initial assessment I get the standing x-rays only. I will only get flex bending films to assess flexibility when I am planning surgery. مش محتاجين نعمل. أنا أقول لحضرتك حاجة تانية معلش استكمالا لهذا السؤال, إنه I would actually sometimes or actually in all my patients, if I'm going to follow them up, I would ask them to come every 4 months مثلا to see them without x-rays. And if I think that this looks like progressive, أو the mother says that the child has progressed, أو the ولدنا والبنت نفسها قالت progression, I will get only an AP film for follow-up. لأنه إحنا عايزين نقلل radiation exposure, and the radiation is exposure الحقيقة is a real risk. إحنا ما عندناش حاجات اللي فيها low radiation dosage زي الأيوس أو كده, فإحنا we have to be very careful about كمية الأشعة اللي بنعملها للولاد والبنات دول. طيب حضرتك وريتنا فيو اللي هو الهامب فيو. yes. الهامب فيو. الهامب فيو فور ذا تشست اور ذا سيمتري اوف ذا ريب سيمتري. yes. بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بان احنا نخلي الولد او البنت يبند فوروردز 90 ديجريز ونحط الفيلم along his buttocks كده, والبيم تبقى جاية من عند راسه, يعني he flexes his neck عشان راسه ما تظهرش في الصورة, وهو bend 90 degrees والصورة تيجي tangential كده. أنا اكتشفت إن ده موصوف في حتة ما, بس الحقيقة إحنا عملنا الأشعة دي يعني وقت ما ابتديت استخدمها عملتها كنوع من الاختراع, يعني ما اكتشفت إنها موصوفة في مكان ما, حتى I can't tell you the reference فين بالظبط, بس 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 احنا عملناها كده because it helps you. زي ما انت شفت كده it shows the rib hump very clearly, وعندنا وسيلة نقيم بيها الريب هامب post operative كمان. ايوه هو الحقيقة هي موجودة في كلاركس, اصل هي نفس الوضع ده حصل معانا, هي موجودة في كلاركس راديولوجي. اوكي بقول لك انا ما شفتهاش الحقيقة. كان في سؤال من الدكتور أميل عوض, with arthrogryposis, with this history of hip surgery is completely. ليش دكتور أشرف أنا مش سامع؟ في تشويش برضو جامد. تشويش في تشويش من حاجة. كده راح التشويش. كده راح التشويش. أحسن بي. نعم يا باشا. في حالات الكيرف الكبير والريجيد كيرف, do you rely on stagnaritis or neuromonitoring? انا بقالي حوالي 6 سنين ما بعملش سكوليوزز من غير نيورومونيتورينج. I think انه نيورومونيتورينج فادني, بس الاهم انه هو it's very important medical legally. و رغم انه في بدايه استخدام النيورو مونتي, ودي حاجه انا بشكر حضرتك على السؤال ده جدا عشان احنا عايزين سبريد ذا نيوز اباوت ذس, لانه النيورو مونيتورنج مع بدايه استخدامه از اكشلي ستريسفول للجراح, لانه الدكتور او الدكتوره اللي بتعمل تقعد تقول لك ثانيه واحده, واصل السلك, واصل ما اعرفش ايه, واصل الضغط وطي, واصل هو خد ما اعرفش ايه حاجه, يعني جيب هارت اتاكس اصلا, والشرايين اصلا مقفله خلقه. فيعني
فايتس اكشلي فيري ستريسفل في الاول، بس بعد كده بصراحه الواحد هيلاقي نفسه مش عارف يشتغل من غيره. يعني انا اول امبارح كان عندي ايرلي اونست سكوليوزز، ولد 4 سنين عنده نيوروفايبروماتوز سيفير كيرف، وهعمل له جروينج رودز، اضطريت اعمله نتيجه يعني ظروف كده، الدكتوره ما جاتش ومش عارف ايه بتاع. انا بقى وقتها بقيت فيري ستريس، عشان انا بقالي 6 سنين بعمل نيورو مونيتورنج على طول. فانا ماي سترونج ريكومنديشن از خلونا نبتدي كلنا نستخدمه، وفي الاول هنتعب شويه لغايه لما كلنا هنتعود عليه، وبعد كده مش هنعرف اشتغل من غيره. انا عايز اقول لحضرتك يا بروفيسور بجد انه انا كتير دلوقتي بيجي لي عيانين، بالذات يعني لما يكون عيان فتك شويه وعايز يروح يعمل عمليه في المانيا وفي الحاجات دي، بقول له انا هعملها لك بنيورو مونيتورنج، ودي حاجه فيري كونفينسنج للعيان، وبصراحه هو من حقه. يعني انا هعمل له L4-S1 فيوجن، وفي المانيا ولا في امريكا هيعملوها له بمونيتورنج، ويعملوا له بروبنج للبيديكل سكرو انت بتحطه، وهيعملوا له مونيتورنج للنيرف روت وكونتينوس فري رانينج ام جيز وكده. فحتى في الديجنريتيف ورك سام تايمز اتس يوسفول، وحاجه بتريح العيان وبتريحنا احنا. ده كلام مظبوط. شكرا يا بني، شكرا. يعني ممكن سؤال يا أشرفين؟ تفضل يا فندم، تفضل. بتستعملوا سمارت سنسور ايفوكت بوتنشال ولا ويك اب تيست ولا الاثنين مع بعض؟ انا بستخدم سوماتو سنسوري وموتور ايفوكت. دلوقتي ما حدش بيستخدم تقريبا اس اس اي بيز لوحدها، فبتستخدم موتور ايفوكت بوتنشال سوماتو سنسوري ايفوكت بوتنشلز مع الفري رانينج اي ان جيز، اللي هم ثلاثه باترنز كانوا بيستخدموا مع بعض. ولازم كل واحد فينا يبقى معاه حد متعود عليه ويتعود على طريقه شغله، وهو يتعود على طريقه شغلها او شغله، فالحياه بتبقى اسهل. زي ما كنت بقول للبروفيسور راغب دلوقتي، يعني اتس في الاول اتس تيديوس، دكتور التخدير بيبقى منزعج جدا انه لازم يعمل توتال انترافينس انستيزيا، ومش متعود انه يقعد يدي من غير انهيليشن انستاتكس ومن غير نيورو ماسكولار بلوكيد والحاجات دي، لكن في الاخر بيقول جيت يوز تو ات اند بيكمز ايزي اند روتين، وبتبقى سهله. بتعمل ويك اب تيست؟ لا انا ما بعملش ويك اب تيست الا لو حصل مصيبه لا قدر الله. يعني اذا العيان جاله دكتور حسام لو لسه في دروب، انا اي جيت ا ويك اب تيست عشان تكونفيرم بقى هل في حاجه في المونيتورنج ولا لا. شكرا يا شكرا يا سؤال الدكتور إميل عواض على patients with arthrogryposis with previous history of hip surgery and with severe scoliosis, large number hump and trunk shift. She uses the spine flexion for movement to compensate limited hip and knee motion. Does surgery give benefit to her or may restrict more her movement? اولا انا بشكر جدا دكتور امير على السؤال ده، واضح انه بيتكلم عن عيانه معينه يعني، فبشكره مشكوره، هي مش سؤال عام، بيتكلم على حاله ان بارتيكولار فاضي له اسمها يعني. فبص بقى، يعني these are very difficult situations. انا اللي انا بعمله personally ان انا بتعامل مع 2-3 من زمايلنا اساتذه جراحه عظام الاطفال، لان انا ما بفهمش في الموضوع ده خالص. ف وبشوف ببعت لهم العينين، وساعات بجيبهم في المستشفى بحيث اشوفهم مع بعض. يعني عندي حاله كده عندها في يعني عملت لها سكوليوسيس، لوكس فاين اون اكس ريز، بس شي بوكس ويز ا فيري سيفير ريفلكسد بوستشر، وهي عندها ارثروغرايبوسيس وعندها فلكشن ديفورميتي زي ما الدكتور ايميل قال، عندها فلكشن ديفورميتي اوف ذا هيب، وبقينا يعني في حس بيس بقى يا ترى الهيب اللي عامل كده ولا لا، وكيم اب تو ذا كونكلوجن ان الفلكشن ديفورميتي اوف ذا هيب is not going to be corrected الا اذا عملنا extension osteotomy of the femur، والكيرف والديفورميتي بتاعت الهيب is not responsible for all this sagittal malalignment الفظيع والامبالانس اللي فيها، and I'm going to do her a spinal osteotomy بقى to restore lumbar lordosis، ولازم هنا I will restore more لانه هي عندها flexion deformity of the hips. يعني دي واحده كانت لو كانت عندها normal hips ما كناش عرفنا اصلا انها عندها sagittal malalignment، لانها كانت اللي زعمنا pelvic parameters وكده طبعا، لكن يعني كنا she would be able to compensate through the hips. فهي الفكرة انه she needs good assessment of where the deformity is coming from. من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها برضو من زمايلنا بتوع جراحة عظام الاطفال دكتور ايميل، هو انك تعمل x-rays while the patients are standing
and where they are knee standing. تنزلهم على يعني تلغي عشان تلغي flexion deformity of their knees to get them sitting on the يعني standing on their knees. وجت برضو full length x-rays while they're يعني standing on their knees فتلغي effect of flexion deformity of the knee. Yes. الدكتور حسام البنا بيسأل على الروتين use of the MRI. Clear indication for MRI in scoliosis cases as it is mentioned in the presentation. Do you still request the MRI preoperatively in other cases for extra layer of safety and for medical legal? And what is the protocol if there is loss of signal in the neuro monitoring? طيب يمكن انا ما وضحتهاش بعتذر في موضوع في البرزنتيشن I will do an MRI for patients حتى لو مش هعمل لهم surgery لو عندهم neurological symptoms or signs. So the question number one is I only do MRIs before surgery من غير surgery خالص if the child has neurological symptoms or signs. فدي حاجة. الحاجة التانية أعمل MRI for all patients who are going to have surgery. أنا عارف إن ده ممكن يبقى overdoing it وفي اختلاف في وجهات النظر about this. في ناس تقول لك لو هو كلاسيك باترن وما عندوش اي نيورولوجيكال سيمبتومز او ساينز ورايت كيرف ومش سيفيرلي بروجريسد بسرعه ولا وما عندوش اي فيتشرز اخرى اوف اي نون ايديوباثيك باترن يو ماي جو هاف تو هاف سيرجري وذاوت ان ام ار اي. بس انا اي ثينك انه روتين دوينج ان ام ار اي از ا جود ايديا. وفي فوائد ثانيه للام ار اي. ساعات الباديكلز تبقى على الكونكيف سايد مش موجوده, ساعات السباينال كورد بيبقى ذا ليفل اوف ذا فورامينا, ساعات الريبز بتبقى داخله جوه الكنال في السيفير سكوليوسس. فدي حاجات that are very important to see on MRIs. I always look at the position of the cord in the axial cuts وتلاقيهم دايما deviated towards the concave side. How much are they deviated? فال MRI routinely before surgery, MRI is only for patients who are having neurological symptoms and signs if they are not prepared for surgery. السؤال الثاني دكتور حسام بيقول ان what is your protocol if there is loss of signal in neuro monitoring. neuro monitoring يعني اثناء النيورو مونيتورينج حصل دروب في المونيتورينج والدكتوره قالت ولا الدكتور قال انه في دروب. يا جماعه انا عندي تريجر في كده. البروتوكول از اس فولوز. اولا احنا we want to identify whether this is a systemic problem ولا a local problem. يعني هل الدروب, السؤال اللي بعد كده, هل يا دكتوره الدروب اللي عندك موجود في الابر ليمز واللور ليمز ولا موجود بس في حاجه في حته معينه في اللور ليمز؟ الحاجه الثانيه بتطلب دايما الدكتوره بتاعت الدكتوره بتاعت النيور مونيتورنج من دكاتره التخدير يقولوا لها هو ماشي على البروبوفول اللي بيتاخد فور تيفا دوز قد ايه, وهل حصل بولس دوز ولا لا, what is the blood pressure في الحاله دي, what is the temperature of the body, هل الولد ولا البنت سقعانين ولا لا, لان دي حاجات بتاثر جدا على كده. فاحنا اول حاجه بنعملها ان احنا we stop the instrumentation, بنوقف, بنطلب من دكاتره التخدير يرفعوا الضغط يقولوا لنا whether البروبوفول ده اتاخد بولس ولا لا, وهل بتاخد على اكتر من 10 مايكس ولا اقل من 10 مايكس بير مينيت. وبعد كده إذا اتضح إن ده مش سيستميك وإن دي حاجة لوكال بنشوف إحنا كنا عملنا إيه آخر حاجة, لأن إحنا at every step بنعمل checking. فمثلا إذا كنا حطينا سكرو بنبص بالإيمج إنتنسيفاير شكل سكرو دوجي بنروح شايلين السكرو داون ونستنى لغاية لما نشوف الchanges تحسنت ولا لأ. وحاجات من دي بتحصل يعني every now and then بتحصل, والحمد لله النيورو يعني هو من ضمن الحاجات اللي دايما بتتقال او يعني كتير من زمايلي سالوني عليها هو what would neuro monitoring do if you damage the cord. يعني لو انت دخلت المسمار غلط والنيورو مونيتورنج هيعمل ايه؟ النيورو مونيتورنج هيعمل فرق رهيب جدا. النيورو مونيتورنج هيقول لنا انه حصل دامج للكورد في خلال دقيقه دقيقتين خمس دقائق من حدوثه, غير خالص لما يقول لنا بعد ثلاث ساعات لما العيان نقول له نعمل ويك اب تيست او العيان يصحى وعنده ديفيسيت. فالوقت ده is very important. تمام. الحاجة التانية انه النيورو مونيتورينج can pick up
tiny things ما تبانش في الـ في الكلينيكال اكزامينيشن حتى الويك اب تست حرك رجليك يا حبيبتي تروح محركه رجليها وبعدين العيانه بعد يوم او اتنين تلاقيها انستدي ان هير فيت وتلاقيها مش مظبوطه حصلت معايا كذا مره ويتضح ان في مثلا كونكيف سكرو ذات از ميديال ان ذا كانال وما وصلش انه يعمل فرانك ديفيسيت لكن عامل سام سورت اوف مايلوباثي فالنيورو مونيتورين كان بريفنت ذات ودي حاجه يعني غير فائدتها الميديكال ليجال از فيري امبورتنت تو يعني اتشيف سيف سيرجري في الزمن اللي احنا فيه ده. لاري لانكي انا فاكر من حوالي 10 سنين كان حد بيساله عن نيورو مونيتورين وبيقول له يعني نيورو مونيتورين بلا خوت او حاجه زي كده فقال له listen neuromonitoring is having deformity surgery without neuromonitoring is like having anesthesia without a monitor without a pulse oximeter without a continuous ECG وعلى فكره الكوست اوف neuromonitoring لما احنا نستخدمه اكتر هيبقى ارخص ولما يبقى عندنا دكاتره كتير مطلوبين هيبقى ارخص ولما التكلفه بتاعت النيورو مونيتورنج دي تتحط على الفاتوره الكبيره قوي بتاعت عيان هيعمل سباينال ديفورميتي سيرجري الحقيقه احنا محظوظين انه اتس ماتش تشيبر عن بلاد تانية كتير يعني نتكلم الدكتور محمد الاشهب ان هو يجيب لنا نيورو مونيتور في الاسم عندنا في العمليه يا باشا عينيا يا فندم هو بس بعد اذن حضرتك دكتور اشرف بيه في فيري فيري امبورتنت كويستشن احنا ما خدناش بالنا منه من استاذنا الدكتور حسام بيه من الدكتور محمد جاد راغب تريتمنت ارجوريزم فور بالابليجيا بوست كوركتيف سيرجري this is طبعا and this is a يعني this is one and this is a total disaster I hope ان ما حدش يعدي فيها ever بس اللي يقول ان ما شافهاش يعني يبقى يعني مش بيقول كلام دقيق يعني it's الحمد لله it's very rare but it does happen حصلت لي اخر مره من حوالي 3 سنين والولد ده وان نيورو مونيتورينج تمام الولد فاق بحرك رجليه في الريكفري روم كويس جدا الولد ده الساعه 6 الصبح بعد العمليه فلاسيد زيرو باور بوث لوور ليمز الساعه 6 الصبح عملنا ايه بقى طبعا 6 الصبح الحمد لله المستشفى دي فيها سي تي وفيها ام ار اي دخلنا الولد جري في السي تي ما لقيناش حاجه قوي في السي تي هو كان نون ايديوباثيك كيرف كده وكان في اليمنت اوف ابر ثوراسيك كايفوسس يعني يمكن في حته لامينا كده كومبريسنج شويه ولا حاجه فالمهم الخلاصه يعني دخلناه على 8 الصبح كنا في العمليات ودخلنا شلنا كل الامبلانتس وفكينا وريستور ذا كورد يعني البوزيشن اوف ذا سباين از ات واز بيفور ذا سيرجري هي ديد نوت ريكفر ايميديتلي بعد العمليه وتنته بارالايزد لمده شهر ونص وبعدين ابتدى يتحسن هما ناس الحقيقه ناس امراء قوي 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 يعني تقريبا كانوا هما اللي بيطبطبوا عليا الزهر شافوا الحزن فيا قوي فهم اللي كانوا ابوه كان بيقعد يطبطب عليا زعلش يا دكتور ان شاء الله خير وكده ناس جمال جدا واخر معلومه ان هو هيز باك ووكينج اي دونت ثينك هيز ووكينج نورمالي بس هيز باك ووكينج والبروتوكول هو كده انه احنا لازم ناندو ذا كوركشن ون ريموف ذا امبلانتس ون كثير من الصلاة بقى والدعاء يعني في أسئلة لا كده دكتور جلال أنا ما عنديش أسئلة والموضوع أنا بشتغلت سكوليوز خالص الحمد لله and this was a decision I have taken since long time لانه كان زمان كان سكوليوز عايز بروتوكول مالتي ديسيبلينري عشان الواحد يشتغل وحالات كتير كفايه في ان الواحد يعمل البروتوكول ويعمل السيستم والسيت اب اللي موجود فبنا عندنا الانسيدنس بتاع السكوليوز قليل قوي كنا عملنا سيرفي رساله ماجستير زمان وطلع انه قليل خالص فقلنا يتعمل في القصر العيني زي في المدارس
اوكي دكتور اشرف اني اذر كويستشنز سير؟ تفضل تفضل دكتور محمد. اني اذر كويستشنز بروفيسور اشرف؟ ما فيش كويستشنز ناو. احنا في الختام طبعا بنشكر اساتذتنا الافاضل اللي شرفونا النهارده، بروفيسور جاد راغب، بروفيسور سام صلاح، بروفيسور محمد عبونيس. Thank you so much, sir. نشكر طبعا أستاذنا الكبير أستاذ دكتور جلال بي كاظم وأستاذ دكتور ممدوح الكرماني، والشكر موصول لأبونا الكبير أستاذ دكتور أشرف إسماعيل اللي هو كان الدينامو بتاع كورس السباين. Thank you so much, sir, for this excellent arrangement of this excellent course. بكرة إن شاء الله ختام كورس السباين. بكرة هيكون اليوم مختلف، هيبقى الانترناشنال سباين داي. هيبقى معانا أربعة سبيكرز، بروفيسور ماساتو تاناكا from Japan will speak about cervical myelopathy، بروفيسور يونغ هاي from China will speak about rigid scoliosis، دكتور هاني أنور from UK will speak about metastatic spinal cord compression، and دكتور راغافا مولوكوتلا from India will speak about surgical strategies in the management of infections of the spine. بكرة هيبقى الميعاد مختلف، tomorrow will be 2 p.m. عشان فرق التوقيت ما بيننا وبين اليابان والصين والهند، فهنضطر ان احنا نبدا بدري. فبكره ان شاء الله هيبقى يوم دسم، هنبدا 2 p.m. and we will finish ان شاء الله at 6 p.m. see you tomorrow ان شاء الله. وشكرا اساتذتنا الافاضل، تصبحوا على الف خير يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على مساهمتهم. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسام، شرفتني يا باشا. شكرا دكتور اشرف، ربنا يبارك فيك. بروفيسور جلال، ربنا يبارك فيك، متشكرين جدا يا دكتور حسام، ربنا يبارك فيك. سؤال بسيط، كانت سهره سكوليوزس النهارده. ربنا يبارك فيك. Your English language, you speak very very good English. Thank you very much يا باشا، ربنا يبارك. From where you have developed this accent? رحت اشتغلت في انجلترا ثلاث سنين استاذنا دكتور جلال، اشتغلت في انجلترا ثلاث سنين في اكستر. في اكستر يا بي. يا باشا انا سعدنا بمحاضرة بتاعتك يا باشا، ربنا يخليك. وجميله فول اوف اكسبيرينس جدا، شكرا جدا، ربنا يوفقك، ربنا يخليك ان شاء الله. شكرا قوي قوي دكتور جلال بي، ربنا يديك الصحه على مشاركتك. متشكرين يا فندم، ده شرف ليا وطبعا كتر الف خيرك دكتور جلال بي، شكرا جدا. اخونا الكبير استاذ الدكتور حسين عبد الفتاح استاذي، له فضل عليا. انا كنت زمان كنت بعد انا جيت ما كانش ليا كبير، انت عارف حضرتك يعني مسكت رئيس قسم في جامعه بنغازي، وهنا ما كانش في عليا حد اكبر مني. فاللي مالوش كبير بيدور على كبير. فانا كان عندي اثنين كبار في مصر كنت بعتز بيهم جدا، الاستاذ الدكتور حسين عبد الفتاح رحمه الله عليه، الله يرحمه، الاستاذ الدكتور وائل منصور فهمي رحمه الله عليه، الله يرحمه، راجل فاضل. دول كنت الجا اليهم في الملمات طبعا والاستشاره والمعونه، والحقيقه عمرهم ما كانوا بيتاخروا ابدا. الله يرحمهم ويحسن اليهم ويرحم اساتذتنا جميعا. حضرتك يا دكتور جلال بي ليك كونتريبيوشنز كبيره جدا لجراحه العظام في مصر. انا فاكر مره وانا نايب حضرتك جيت القسم وسالت على السراير السترايكر بيدز، على السترايكر بيدز قلت لنا عملتوا فيها ايه يا ولاد؟ طبعا انا كانت الحاجات دي جت قبل ما ابقى نايم، ما كنتش عارف اعمل ايه ومش عارف ارد على حضرتك. حطوها في البراندة. ايوه. انا عملت منها اثنين. الدكتور اشرف الحقيقه كان لي يعني باع كبير في التصميم. عملت منها اثنين، الواحد كلفني 1000 جنيه. ايام العز بقى يا شكر جدا جدا دكتور جلال بيه ودكتور اشرف، ربنا يخليكم جميعا، شرفت والله بوجودي معاكم، وربنا يبارك فيكم دايما من نجاح لنجاح. نشكر الاستاذ الدكتور محمد الاشهب، نشكر الاستاذ الدكتور احمد الشيخ على الكونتريبيوشن بتاعه الكبير. طبعا الدكتور اشرف يعني يعني ايه مهما قيل فيه
فيعني كلام لا 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 يغطي الجهد الكبير اللي عمله في هذا الكورس العظيم. صحيح قوي 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 يا دكتور أشرف، وهو ده يعني معهود فيك يعني. ربنا يبارك فيك، ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. ولادك ولادك كلنا ربنا على خير، ربنا على خير. وانت من سلام عليك. تفضل. سلام. تفضل. Wait, wait, wait.